ايه الاخبار جماعه؟ شيف ناديه السيد بتقول ان الاكله دي هتخلينا نستغنى عن الفراخ واللحمه والسمك، مش هناكلهم تاني وبس، هناكل الاكله دي. زي ما انتم شايفين عملت اكله سهله جدا وبسيطه جدا وفيها كل العناصر الغذائيه، بروتين وخضار، فيها حرفيا كل حاجه، اكله صحيه جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا، وهجربها دلوقتي عشان لو فعلا طعمها حلو اعتمدها في الاكل اليومي بتاعي. اول حاجه نجيب بوتاجاز. طبعا يا جماعه احسن حاجه في الاكله دي ان مقاديرها سهله جدا وهتلاقوها 100% موجوده عندكم في البيت. اول حاجه هنجيب طاسه ونحط فيها زيت زيتون، وانا بالنسبه عشان تكون صحية اكتر هستخدم بديل الزيت بتاع سبريدز، طبعا في منه عادي بطعم الزبدة بس انا هنا هستخدم اللي بزيت الزيتون. بعد كده هنجيب بطاطس ونقطعها مكعبات بالشكل ده. بعد كده هنحط عليهم نص فص ثوم مفروم او حبة ثوم مفروم زي دول كده. نبتدي نحمر البطاطس مع الثوم المفروم وزيت الزيتون، نفضل بقى نقلبهم كده لغايه ما يتحمروا شويه. واول ما تبتدي تاخد لون بالشكل ده هننزل عليها بصله متقطعه صغيره قوي زي ما انا مقطعها كده. نقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها ونغطيهم شويه. بعد كده هننزل عليها فلفل اخضر او فلفل حراق على حسب ما انتوا عايزين، ونقلبهم برده مع بعض. بعد كده هننزل عليهم طماطميتين كبار متقطعين ومتقشرين، يعني يستحسن يكونوا متقشرين بصراحه، انا قشرت واحده وقطعت يعني وما قشرتش واحده. نرجع بقى نقلب كل الحاجات دي مع بعضيها. دلوقتي بقى نحط رشة ملح ورشة فلفل اسود، حتى الان ريحتها قوية. دلوقتي بقى نحط معلقة من صلصة الطماطم وعليهم شوية مية حلوين كده سخنين. نقلب بقى كل الميكس ده كويس جدا مع بعضيه يا جماعة. نغطي بقى الكلام ده كله ونسيبه على نار هادية لغاية ما كل الصوصات كده تفصل وتتماسك مع بعضها. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين يا جماعه شكلها بقى عامل كده. ودلوقتي نيجي عند اكتر خطوه انا مستنيها من اول الوصفه دي يا جماعه، هما خطوتين. هنمسك المعلقه كده ونبتدي ان احنا نفتح فتحات جوه الطاسه، تمام؟ فتحات كده، ثلاث فتحات، ونكسر بيضه في كل فتحه. وانا بصراحه هبوظ الصفار كده مع البياض لاني ما بحبش الصفار يكون مع البياض لوحده وده لوحده يعني. وبعد كده نبتدي نحط شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش، مستحسن تكون موتزاريلا لايت عشان لو عاملين دايت او حاجه. دلوقتي نغطي كل الكلام ده تاني مع بعضيه ونسيبهم بقى لغايه ما كل التجانس ده يتجانس، وبكده تكون خلصت. نفسي يا جماعه تشموا الريحه اللي انا شاممها والله العظيم. واخر حاجه بقى يا جماعه هرش رشه بقدونس على الوش. الخطوه دي هي ما عملتهاش ولكن انا هعملها علشان اكون في حاجه عملتها من عندي يعني. طب والله يا جماعه التاتش الاخير اللي انا عملته ده نقلها برضه. بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي. واو واو. ودلوقتي ندوق ونقول بسم الله. خياليه يا جماعه، انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ انا عرفت ايه الاكل اللي هعتمده الفتره الجايه والله.